نار الصمود لتوقظ الشعب. هب الغيار يعني بالتحديد تعطيل جلسات البرلمان وتعطيل السلطة التشريعية. نعتقد هو أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات الذي يعاني منها الوضع العراقي. اليوم يفترض أن يكون هناك حوار، وحوار جاد مبني على تفاهمات بدون شروط بدون إملاءات، حتى يتم تصفير الأزمة والذهاب إلى اتفاق بين الكتل السياسية. لذلك لا أعتقد يعني الاستقواء بالشارع مضر، وقد تكون له عواقب وخيمة على كل المتظاهرين. لذلك أرى أن الحوار هو الحل الحقيقي لتصفير الأزمة. كم واضح جدا أن السيد مقتدى الصدر مصمم على مواصلة يعني الاعتصامات والتظاهرات لحين تحقيق مطلبه، وهو بإصلاح العملية السياسية وضرورة الخروج من هذه الأزمات. هذه الأزمات تحتاج فعلا إلى حوار، لكن الذهاب إلى الحوار من أجل الحوار هذا غير مجدي. يجب أن يكون هناك طرفا ضامنا، لأن للأسف الشديد بعض القوى السياسية يعني وقعت مع السيد مقتدى الصدر على اتفاق يلزم بموجب هذا الاتفاق جميع الأطراف على إصلاح العملية السياسية، ولكن للأسف الشديد انقلبت هذه الأطراف السياسية بعد إعلان النتائج. لهذا السيد مقتدى الصدر هذه المرة يريد أن تكون هناك ضمانات حقيقية، ويريد ضمانات بأن يعني يتم تغيير نهج الحكومة والمشروع السياسي في العراق، ومحاسبة يعني الأطراف السياسية الأشخاص الذين تسببوا بهذا الهدر المالي والتراجع وسوء الإدارة في المرحلة الماضية. Thank you.